وعامل قلق ومسرحيتك الأخيرة اللي طبعا كامل العدد واللي مددت أحب أهنيك على ذلك. هل نقدر نقول أنه المسرح ما زال بخير وأنه هناك لسه المسرح مطلوب والناس تحب تروح المسرحيات؟ والله صباح الخير على صباح العربية، ومتشكر جدا للاستضافة دي. بالنسبة للمسرح موجود المسرح، الناس يعني عايزين مسرح وعايزين يتفرجوا وعايزين يسمعوا كويس وعايزين يشوفوا كويس. فاحنا هنا حتى في وزارة الثقافة عاملين عروض كتيرة جدا يعني. أميازها الحمد لله عامل قلق لدرجة انهم قالوا عامل قلق بجد يعني. بالظبط. الحمد لله كان في نجاح. كان في نجاح في القاهرة، وحاليا احنا بنعرض في اسكندرية، نجاح غير مسبوق الحمد لله رب العالمين. وده يدل على زي ما حضرتك تفضلت وقلتي ان الجمهور حابب ان هو يشوف مسرح، خاصة لو مسرح بيقدم له البهجة وبيقدم له استعراض بالفعل. بيقدم له كلمة حلوة بيطلع منها بالفعل. عناصر مكتملة للمسرحية، وأهنيك بهذه المسرحية.